السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي. اليوم إن شاء الله غادي نشترك معكم حيلة لتحضير الخضر اللي كيوجدوا يعني بسرعة وكيحافظوا على الفيتامينات ديالهم اللي تقدروا ترافقوا بهم إما المشويات أو على شكل سلطة. وغادي نشارك معكم كذلك نوعين من الصلصة، وتفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. بسم الله على بركة الله. أول حاجة أنا الخضر اللي اختاريت اليوم هما بطاطا، البربا، خيزو، شوية ديال الشوفلور، وشوية ديال البروكولي، وشوية ديال الجلبانة. كنوضعو غير الملح. إذا بغيتو تتبلوهم يعني قبل، يعني دابا، ممكن تقطعو يعني البصل قطع صغيرة أو تحكوه وتنسمو به هاد الخضر هادي، تزيدوا شويه ديال زيت الزيتون. انا غدا نخليهم غير هكذا، غير مع مليحه، لان غدا نحضر واحد الصلصتين هما اللي غدا نرافق بهم هاد الخضر هادي. صافي، كناخذوا الورق كنغلفوا به ديك الخضره، يعني الخضره اللي غتختاروا. صافي، هنا الباربة بهالطريقه هادي كتحافظ على اللون ديالها. صافي، غدا ناخذ جميع الخضر كلها، غدا نوضعها هكذا في ورق، يعني غنلفوه يعني كيف ما لفيتوه. من بعد ما كملت الخضر ديالي كامله، يعني باش نختصر ليكم، صافي غنجيب هنا الكسكاس، غادي نوضع هاد الخضر كامله. صافي، كنوضع شويه ديال الماء في التحت ديال الكسكاس، وكنغطيه وكنخليه تقريبا. كنوضع دائما يعني بحال دابا الباربا وخيزو وبطاطا، كنخليهم هما لتحت، والخضر اللي ما كتاخذش بزاف ديال الوقت هي اللي كنديرها من الفوق، بحال جلبانه وشوفلور درتهم من الفوق. صافي، وكنخليها على نار هادئه، يعني كتاخذ تقريبا على حسب يعني على حسب السرعه ديال النار. تقريبا خدات ليا انايا 20 دقيقه. ها هي وجدات كيف ما كتشوفوا. كناخذوا واحد الموس، يعني واحد السكين، وكنتكوا هكذا يعني الخضر، نشوفوها واش طابت ولا لا. صافي، بالنسبه ليا طابت، وغالبا يعني الخضره اللي كتكون لتحت راها كطيب بسرعه، داكشي باش كنديروا اللي كتاخذ يعني وقت اكثر. هنا بالنسبة للصلصة غدا نستعمل هنايا البازيليك، لحبق طري، كنمسحوه مزيان، كنغسلوه وكنمسحوه، نمسحو الوريقات ديالهم. غنستعملو غير الوريقات بوحدهم. هنا خديت بصلة خضارية قطعتها كيف ما كتشوفوا معايا. هادشي كله غدا نطحنو ان شاء الله، يعني كتقطعوه على حسب الروبو ديالكم، الا كان ما كيطحنش مزيان قطعوهم قطع صغيره. هنا عندي زريعه نوار الشمس اللي تقدروا تعوضوها اما باللوز مقشر او كاجو او زريعه القرعه او كاوكاو او اللي بغيتو، يعني اللي توفرتو عليه. غير هو كترقدوه كتغسلو هذاك، كتزولو هذاك الماء اللي رقدتو فيه، وعاد كتزيدوها على هاد الصلصه. هنا خديت ملعقه ديال الهريسه، كتبقى يعني على حسب الذوق ديالكم. وغادا نزيد هنايا الملح. وبالنسبه لزيت الزيتون، يعني كل ما زدنا زيت الزيتون كل ما كتزيد تعقاد هاد الصلصه، وكل ما اللون ديالها كيتفتح. يعني الا بغيتوها تكون خضراء اكثر كتزيدوا غير شويه ديال زيت الزيتون، الا بغيتوا اللون ديالها يكون فاتح كتكثروا زيت الزيتون. هنا كيف ما شفتوا معايا عصرت حامضه كامله، وزيت الزيتون انا ما ضفتش بزاف، ضفت غير شي شويه. وغادا نديها نطحنها كيف ما شفتوا معايا، كتولي على هاد الشكل. يعني انا غنخليها هكذا ثقيله، هادي كتجي رائعة، كتجي لذيذة 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 بزاف، يعني بحال شكل بيستو غير هي ما فيهاش الفخوماج. هنايا رقدنا زنجلان اللي حتى هو يعني مرقد ومحمر، حتى يعني حتى حمرته عاد رقدته في الماء،
وزدت ليه قطعة ديال الزنجبيل وفص من الثوم، وهنايا من اللي طحنته زدت ليه عصير حامضة، وهنا غنزيد شوية ديال الحار كيبقى على حسب الذوق ديالكم، ومليحة. صافي، من بعد ما زدت المكونات كاملة غنزيد هنا زيت الزيتون، وغدا نبقى نطحن ونزيد زيت الزيتون على حسب، يعني انا غنخليه حتى كيولي بحال مايونيز، يعني نتوما كطحنوا كتذوقوا كتصحوا يعني الذوق على حسب الذوق ديالكم. بحال دابا الزنجبيل الا كان ما كيعجبكمش ممكن تستغناو عليه. اللي ممكن نزيدوا لهاد الصلصة هذه هو شوية ديال العسل، يعني ممكن تزيدوا لها شوية ديال الحلاوة. صافي، هنا الخضر ديالي ملي وجدات، دابا غادا نستفها يعني عشوائيا، لان الغرض من هاد الفيديو هو الحيلة اننا كنطيبو كل شيء في مرة، وفي نفس الوقت كتبقى لينا كل خضرة بوحدها، يعني ماشي الغرض هو التزيين. صافي، انا حطيتهم غير هكذا عادي، يعني كل خضرة حطيتها بوحدها. صافي، وغادا نزين يعني بالصلصات اللي كيجيو لذادين بزاف، يعني بالنسبة للمذاق، يعني انتوما كطحنوا فيهم وكتقادوا يعني المذاق ديالهم كيف ما بغيتو. وفي اخر هاد الفيديو غادا نخلي لكم ان شاء الله سلطات اللي او مقبلات بتتبيلة مغربية اللي باقي ما شافوهمش، هنخلي لكم بعض الصور ونخلي لكم الروابط كذلك اسفل هاد الفيديو. بالنسبة لهاد الصلصات هادو، هاد الصلصة ديال نقدروا نرافقوا بها حتى الخضر طرية، يعني كتجي كتلدد الخضر طرية بواحد الشكل رهيب، وخاصة هادي ديال الحبق. الحبق ممكن نعوضوه بالقزبر الا بغيتو، او المعدنوس على حسب الذوق ديالكم. انا ما كيعجبنيش بزاف المعدنوس ملي كيكون هكذا، اما كتعجبنيش بالمعدنوس، يعني كنفضل ديال القزبر. اتمنى ان شاء الله يعني تجربوا هاد الحيله تنفعكم، ملي تكونوا هكا زربانين، خاصه اللي كان كيعجبكم يعني الخضر تكون طيبه مزيان، وتجربوها وتردوا عليا الخبر كيف العادة. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.